دعاء خاص الحاجة المفهومة مكرم مصطفى سرحان أم رياض رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها وأدخلها الجنة وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أنزل نورا من نورك عليها. اللهم نول لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها. اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها. اللهم غمد روح الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار.